لازم انه ما ينساش اللي حواليه ولازم يساعدهم وقت الضيق بتاعهم. والباقي 5 قصص مش قصص بتتكلم عن النظافه واهميتها، قصه خياليه شويه اسمها نمله الملعونه بس برضه بتتكلم عن فضل الام. قصه ثالثه اسمها حلمة الطباخه دي بتتكلم عن العزيمه والاراده. قصه رابعه هي بتتكلم عن ان الروح الكويسه دايما بتاثر في الشخص مهما كان يعني شخصيته مش كويسه خالص. ده الاصدار الاول واتمنى ان ان شاء الله يكون ليا اصدارات اكتر ان شاء الله. ايه اللي خلاكي تكتبي بقى؟ ايه اللي خلاكي؟ هي اللي شجعتك؟ هي اللي شجعتني طبعا ان انا اكتب. انا كتبت اول مره عشان كنت بدخل مسابقه المبدع الصبيح بـ3 قصص كتبتهم. شجعوني شويه على اني انا امارس الكتابه. بعدها دخلت ورش عشان اتعلم الكتابه المسرحيه على اصولها على يد الكاتب الكبير احمد زحام. فعلا اتعلمت الكتابه المسرحيه، حتى المسرحيه اللي موجوده هنا هي اول مسرحيه اكتبها على يد استاذ احمد زحام. خدت بيها الميداليه الذهبيه في مسابقه الطفل موهوب تبع وزاره الثقافه المركز القومي لثقافه الطفل. يعني لسه بكمل، يعني انا انتاج الكتاب مش كتير لان الكتابه اصلا مش كتير لان انا اساسا مذيعه، بس يعني مامي بتشجعني وبتقول لي اكتبي وبتدخلي مسابقات فيها كتابه عشان تشجعني اكتر على الكتابه والقراءه والاطلاع. درجة بقى عندي 12 سنة والكلاب ده تاريخ الظلية في معرض الكتاب واسمه بلوجر أو يوتيوبر، واسم الكتاب بيحكي على جيلنا الحالي ان هو مش بيدور يعني مش ليه طموح مثلا يكون دكتور يكون مهندس يكون طبيب كده، لا هو يعني هو يعني مش يعني ملوش طموح، بس طموحه مثلا ان هو يكون بلوجر او يوتيوبر ويكون ترند. وانا من 10 اوائل في مستوى على وانا من 10 اوائل على في مسابقه المبدع الصغير وقناه المسابقات الصغيره. انا اسمي ساره السيد رجب، كاتبه قصه ومسرح وشعر وبنك شعر. انا ده الاصدار الثالث ليا في 2023، كان ليا اصدار في 2021 من اصغر الكتاب في مصر، واصدار ثاني في 2022 وده الاصدار الثالث على التوالي. ده مجموعه من القصص والقصايد والمسرح. تعلمت المسرح على يد الكاتب الكبير استاذ احمد زحام، كاتب مسرح كبير قوي. والقصص دي انا من وانا صغيره وانا بكتب يعني ايه بكتب قصص، وانا ما كنتش اعرف اني بكتب قصص لحد ما ماما اكتشفتني وقالت لي ايه تعرفي اني ممكن تكتبي، ممكن اطبع لك ويبقى ليكي كتب كده زي الناس الكتاب الكبار وكده يعني. فابتدت تشجعني فابتديت اكتب اكتر واكتر لحد ما ياسين سيد رجب كاتب بردك اخويا ابتدى يتشجع، قال اشمعنى هي، وراح ابتدى يكتب بردك زيي. وعملنا اول كتاب باسم الكاتبين الصغيرات في 2022 كل واحد بقى انفرد بعده، وابتدينا بقى ايه نطور من نفسنا اذا كنا في كتابه المسرح او كتابه القصه.